هو المحل اسمه ماك اند تشيز بس بتعمل سباجيتي كمان وبتعمل غير اشياء. ماك اند تشيز يعني ماكروني. كل شيء له علاقه بالباستا. ماكروني. امريكان واي. نو ايطاليان امريكان از يو لايك. حلو. خليني اخبركم عن ماك اند تشيز كيوسك زغطور بمان مخيل. وكارلوس بس ترك كل شيء اجى من استراليا كان بيستري شيف غير شكل وقرر يعمل ماكروني. يلا يا شو عبالي اكل شيء طيب. تعرفوا الكربونارا معمولة الصوص تبعها من صفار البيت. كل شيء عم ينعمل لايف. اطيب سباجيتي عند الكربونارا. سباجيتي كاربونارا لايف ايجز ممنوع الكريم فيهم آل دنتي ملح مزبوط بهار مزبوط قرشة البيكن كريمي بلا كريم واكيد كوك آل دنتي بيعقده. نكست شو بدنا نعملها هيدي سباجيتي بومودورو فرجيني كيف بتيرو مع الميوزيك ولا لا ميوزيك سخن كتير اهم شيء صوص طماط على الحل وفيري اسيديك تقرص مزبوط وسباجيتي الدنتي هذا الصحن يلي الواحد بيقدر ياكل منه شخصين بس ب 10,000 ستريت فود سباجيتي بتاخذ العالم جاروري تدفع حقها ب 20 دولار بالمطعم Next, mac and cheese? Mac and cheese, yes. الصوص السحرية جبنة كتير كريم فريش هلا بتبلش كلها سوا تمغط ومحط فيها الباستا هون شو عم نعمل؟ هول شوبينج تبعها هاي بورشن وحدة؟ هاي تو بورشن تو بورشن شغلة كل هول هالجبنة اللي عم بتمغرد الشامبينيون الجبنة I love it I really love it عن جد ترافل اويل مشروم كريم هلا صرنا فيتوتشيني واو واللي ما بيعرف انت بيستي شيف اساسا وهيك تعرفنا على بعضنا مظبوط فاكيد الباستا بتاخذ العقل سوبر انبسطت انت متعقد بس اوعى تفله بلا ما تاكله ديسير هذا الزلمه شاغل سنين ديسير ونهار اللي رح يعمل اكلير ودوقكم اياه رح تشوفوا انه من اهم الاكلير بالعالم كارلوس تشيز